وبيطل تماما على خط القناه، وده حاجه بتهدد الامن القومي. احنا بنخاطب الرئيس مباشره باسترداد الفندق وتعويض صاحبه، ولو انه مش المفروض انه يتعوض لانه تركه لاسباب غير معلومه السنوات دي كلها. بنقول له ان دوت امن قومي ممكن يهدد البلد. بنقول لك راعي ما انجزته من القناه، راعي ان احنا بنطل كده على القناه مباشره، راعي ان احنا بنحارب الارهابيين. الوقت المكان بقى مرتع للحيوانات الضاله، بقى المنظر ما يرضيش لعدو ولا حبيب، يستاء منه جميع الجمهور، بيستاء منه جميع السياح، بيستاء قاطني القريه ذاتها من المنظر دوت. الوقت فيه هنا في الادوار العليا وفي الادوار السفلى اماكن لتعاطي المخدرات واماكن لاعمال منافيه للاداب، فاحنا مش هنرضى على بلدنا انها تكون كده، ولا هنرضى ان ارضنا تتاخد بالطريقه دي. ادي منظره من ضمن المناظر اللي تحزن. بص بالكاميرا، بص حضرتك، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ نقول عليه ايه ده؟ انا سايب الحكم للناس، انا سايب اي مسؤول كده لو هو عنده ذره من المسؤوليه يبص المنظر زي ده. احنا منتظرين فيه ايه؟ ادي ملايين اهي مرميه في الشارع، في الارض زباله، وبنطحن في الناس وعمالين نخطف في الناس. لا تعالوا بصوا الحاجات دي، هي دي الموارد بتاعت البلد. البلد مليانه منا كتير. احنا هنا في وسط البلد وقدام القناه، وناس هنا بتتقوي في قلب المكان. المكان ده بفلوسنا وبدمنا، المكان ده لازم يرجع للبلد.